انجلترا بتصعد دور 16 باعجوبه ومباراه صعبه جدا ضد سلوفاكيا، وبتقدر ترجع في الوقت بدل الضايع واول دقايق الوقت الاضافي. والناحيه التانيه المنتخب الاسباني بعد ما اتاخر قدام جورجيا والناس كلها قالت ايه ده مفاجاه تاني زي مباراه اسبانيا، بيلتهم جورجيا وبيكسب 4-1 في مباراه كبيرة جدا من منتخب اسبانيا. عندنا كلام كتير على ساوث جيت وانجلترا وسلوفاكيا، وكلام اكتر عن اسبانيا وجورجيا في حلقة النهارده. فما بنخش في اي حاجة، انزل اعمل لايك، اول مرة تشوفني اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان حلقات قهوة اليورو تجيلك اول ما تنزل على طول. ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيك يا وجيه في حلقه جديده من قهوه اليورو، وحلقه النهارده بنتكلم في اليوم الثاني من مباريات دور ال 16. هنتكلم عن مباراه انجلترا وسلوفاكيا واسبانيا وجورجيا، وزي ما احنا متعودين يلا بينا نبدا مما انتهى، وهي مباراه اسبانيا وجورجيا. اسبانيا وجورجيا، اسبانيا بدات النهارده بالفول تيم بتاعهم بعد ما ريحوا كل فريق تقريبا في المباراه الاخيره ضد البانيا في دور المجموعات، وجورجيا جايه من نشوه كبيره وجايه من انتصار كبير وانتصار تاريخي على المنتخب البرتغالي، وكمان بيصعدوا لاول مره في تاريخهم في لدور ال 16 بعد ما هم اصلا شاركوا في البطوله لاول مره في تاريخهم. فمجموع او كوكتيل كده من ايه، من الارقام القياسيه الخاصه بالبلد، وان هم جايين من حاله نشوه وحاله ايه اللي هو يلا بينا نعمل مفاجاه كمان. منتخب اسبانيا كان داخل المباراه مش هقول لك مستهون بالخصم، ولكن حاسس او انا كنت شايف ان لعيبه اسبانيا بتقول من جواها اللي هو الفوز جايه جاي، كده كده هنكسب، امتى ازاي الجون هيجي ازاي هنكسب ازاي مش مهم، بس كده كده احنا هنكسب بفضل تكتيك ديلافونتي اللي هنجيلي شويه كده. ولكن منتخب الجورجي الناحيه الثانيه كان فيه استبسال كبير جدا 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 طول الشوط الاول، حتى لما دخل في الجون التعادل كان شكلهم مميز وكان شكلهم افضل بكتير. المنتخب الجورجي كان كويس جدا، مقفل جدا، واقف صح جدا، وقدر كمان يخطف جون في اول الدقايق بكوره مرتده مهمه جدا جابها لنورماند في نفسه. ولنورماند حسيت له بعد الجون ده وانا تحصل له هزه او ان هو مش هيبقى مركز، ولكن استعاد ثقته واستعاد تاني التركيز في المباراه بعد الجون اللي جابه في نفسه على طول. وفي اخر الشوط او قبل نهايه الشوط المنتخب الاسباني بيقدر يتعادل في المباراه. يتعادل في المباراه، هتقول لي حظ، هتقول لي مش عارف ايه، تعال اقول لك بقى شويه، وتعالى نقف شويه عند اسبانيا دي لافونتي. كنا بنتكلم الايام اللي فاتت او السنين اللي فاتت عن اسبانيا انريكي، واسبانيا انريكي فريق قوي، فريق شباب، فريق مبني على الشباب، فريق كورته حلوه، فريق بيلعب كوره حلوه، ولكن للاسف ما وصلش لبعيد في البطولات، اللهم اللي هو سيمي فاينل اليورو اللي فات كاس العالم عمل شيء كبير فيه. فبالتالي ده كمان مش عمل شيء كبير بس، ده خرج كمان من المغرب، مع احترامي للمغرب يعني. فالمنتخب الاسباني بعد لافونتي، دي لافونتي اللي كان مميز جدا مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو اللي كان برضه في 2020، كان مميز جدا مع المنتخب الاولمبي وعمل معاه شغل كويس جدا في الاولمبياد، وانتقل من الاولمبياد للفريق الاول واللي احنا شايفينه دلوقتي. بيلعب بتكتيك هجومي مميز جدا، اللي هو بيلعب عادي 4 3 3، ولكن في الحاله الهجوميه هو بيخليها 3 2 5. بيلعب الخط الخلفي بيبقى لابورت ولونرماند وكارفخال، وبيطير كوكوريا، بيبقى اتنين في نص الملعب رودري وفابيان روي، وبيخلي كوكوريا وبيخلي بدري بيخش في انصاف المساحات وبيعملوا زياده عدديه في منطقه الجزاء جنب موراتا، وبتشوف اللي على الاطراف نيكو ويليامز ولامين يامال فاتحين الملعب تماما على الاطراف. طب افرض مثلا نيكو ويليامز دخل لقلب الملعب، هتلاقي كوكوريا عادي جدا بيخرج على الطرف وبيبقى ظهير خط عادي جدا. وكمان كوكوريا الناس تقول لك بيلعب دكه او موجود دكه في تشيلسي وما بيلعبش بشكل مستمر، ما بيلعبش بشكل كبير وسيء المستوى، ولكن الطريقه او السيستم اللي بيلعب بيه منتخب اسبانيا بارز جدا كوكوريا، ومخليه شكله مميز جدا في ارض الملعب انه بيخلي يعمل حاجات كتير. كوكوريا كورته حلوه جدا، كوكوريا دفاعيه مميز جدا، فبالتالي الاشياء اللي عنده او المميزات اللي عنده مع طريقة لعب اسبانيا مخليه الولد كويس جدا، مخليه كوكوريا بيبقى مميز جدا لدرجه ان هو بيقعد جريمالدو على الدكه، جريمالدو اللي كان عامل موسم تاريخي مع باير ليفركوزن عشان لعب كوكوريا عشان يفيدوا اكتر في المنظومه، بيهاجم بخمس لعيبه وبيزيد عليهم رودري وفابيان رويس كمان لما بيبتدي الضغط يزيد على الخصم. فبالتالي انا كنت عارف ان اسبانيا ترجع في المباراه، ولكن كنت خايف ان جورجيا تخلي منتخب اسبانيا حلوله تقف من على الاطراف ومن العمق، ولكن التنوع الكبير سواء على الاطراف او من العمق خلى ان المنتخب الاسباني يقدر يزعزع تكتل منتخب جورجيا ويقدر يجيب
هدف واثنين وثلاثه واربعه، لان حتى الهدف بعد الهدف الثاني في الشوط الثاني المنتخب الجورجي تحس ان هو خلاص خرج بره الجيم، خرج بره المباراه، ما بقاش فيه تركيز زي الاول، الملعب اتفتح اكتر، منتخب جورجيا خرج من مرمى اكتر وحاول هو يهاجم منتخب اسبانيا علشان يجيب فيه جون التعادل، ولكن جون بيجي تحسب اوف سايد بعد كده الجون الثالث، نيكو ويليامز بيحطه بطريقه معلم في سقف الجون بعيده تماما على حارس المرمى وصعب على اي حارس مرمى، والتكنيك بتاع الولد بصراحه نيكو ويليامز يا بخت اللي هيخلص فيه في الصيف، لاعب مميز جدا سواء على المراوغات سواء على الدورانات سواء مرونه جسمه، لاعب مهاري كبير ولاعب هيفرق مع اي حد هيشتريه سواء ببرشلونه او غيره، ويعملوا ثنائيه لامين يامال، ونيكو ويليامز يامال عامل الموسم اللي فات مع برشلونه كويس جدا، وفي اليورو عامل فورمه مرعبه، ولكن نيكو ويليامز عامل فورمه رعب الرعب بصراحه في هذا اليورو. منتخب اسبانيا منتخب مميز جدا، منتخب اسبانيا ضد المانيا تبقى مباراه كبيره، هتبقى مباراه كبيره قوي، دي لافونت بيعرف يدرس الفريق الخصم كويس جدا وبيعرف ينتصر عليه كويس جدا، ناجل زمان بيعرف يدرس الخصم كويس جدا وبيعمل شكل وافكار مميزه جدا. منتخب اسبانيا منتخب المانيا تبقى مباراه كبيره قوي 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 ما بين الفريقين، لان الفريقين فعلا تقال جدا في هذه البطوله. مبروك للمنتخب الاسباني، وتوقعاتي ماشيه اهي، اللهم مباراه بس فلتت مني اللي هي المانيا وقصدي ايطاليا وسويسرا، ولكن ملحوقه يعني في دور الثمانيه. ولكن كده خلصنا كلامنا عن اسبانيا وجورجيا، وتعال نتكلم بقى على القرف وعلى الخراء الكروي اللي كان بيقدمه انجلترا ضد سلوفينيا. السباك ساوث جيت، مع احترامي للسباكين بس ساوث جيت فعلا ده ما ينفعش يبقى مدرب كره قدم، ما ينفعش يبقى مدير فني لمنتخب زي منتخب انجلترا بالعناصر اللي موجوده دلوقتي في منتخب انجلترا. بكل تاكيد منتخب انجلترا اللي قبل البطوله الناس كلها كانت بترشحه بطل البطوله، المنتخب ده قوي جدا، عناصره هم اهم عناصر في العالم، هم افضل لاعبين في العالم، فبالتالي داخل المباراه او داخل البطوله مرشح يعني ما كنتش اول هتبقى تاني او تالت بالتاكيد، تخش البطوله بالشكل ده هل ده يعقل؟ تكسب سلوفينيا بالعافيه، مش عارف بتتعادل مع مين، بتخسر ازاي؟ سلوفاكيا تقعدك 95 دقيقه مش تعرف تشوط عليه شوطه، والشوطه اللي بتشوط عليه بتيجي جون، هل ده يعقل؟ اللي منتخب حجم انجلترا يبقى ده شكله؟ منتخب حجم انجلترا وساوث جيت اللي خلى الناس تتكلم على لعيبه تقيله قوي 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 في الدوري الانجليزي زي ديكلان رايس، زي ووكر، زي فودن، زي ساكا، زي هاري كين اللي هو افضل مهاجم في العالم، تخلي تتكلم على الناس دي، وغير بقى تريبييه ان هم بلالين ساطعه، وتيجي تبص على البلالين دي يعني الناس بتقول عليها بلالين، بعض الناس يعني بتشوفها مع فرقها في سيستم كويس، في حاجه معروفه، في افكار بتدربوا عليها، بتلاقيهم بيطلعوا نار من بقهم. هل ده فودن بتاع السيتي اللي مسجل 17 جون في الدوري؟ بالتاكيد لا. هل ده بلينجهام بتاع مدريد؟ هل ده هاري كين بتاع بايرن؟ هل ده ساكا بتاع ارسنال؟ هل ده ديكلان رايس بتاع ارسنال؟ هو قدم مباراه كبيره النهارده، بس هل ده مستوى ديكلان رايس في المباراة اللي فاتت ومباراة النهاردة؟ أكيد لا. مدرب واخد كول بالمر اللي كان واخد تشيلسي على كتفه وماشي بيه ووصله بطولة أوروبية في الآخر، معاده دكة، بيلعبوا آخر ماتش في المجموعات بينزلوا تقريبا نص ساعة، وماتش النهاردة برضه معاده على الدكة. طب بلاش سيبك من التغييرات وسيبك من التكتيك وسيبك من الأفكار، هل يعقل إن مدير فني يما على الدكة اتنين ونجات شمال واتنين مهاجمين واحد وينج يمين يقعد لحد الدقيقه 90 او الدقيقه 95 لحد الماتش ما خلص تقريبا بيعمل تغيير واحد بس، والتغيير الوحيد اللي عمله بسبب اصابه؟ هل بيعقل؟ مش فاهم بجد، مش فاهم. وبينزل ساكا يلعب باك شمال، حط بالمر يمين، ويدخل فودن في قلب الملعب كده، بيسحب فودن ونزل ايزي في اخر الماتش خالص، بينزلك توني، تقول لي ده نزل في اخر دقيقه في الماتش قبل الجول، قبل الجول بالظبط هو نزل، والجون جه بتاع بلنجام، الجون اقل حاجه اتقال عليه الجول عالمي عالمي، مش عشان الدبل كيك، لا الدبل كيك عادي ناس كتير بتعمل دبل كيك، ولكن الدبل كيك في الوقت ده في الوقت الحساس ده خلاص فاضل دقيقه والماتش هيخلص، لو الكوره دي كانت ضاعت كان بلنجام ركب احلى مسرح، لان اللي كان واقف وراه على طول هاري كين، واقف بوضعيه افضل، واقف مجهز نفسه افضل ان هو الكوره هتجيله هيحطها على طول في الجول، فجأة بتلاقي بلينجهام صاحب ال 21 سنة بالشخصية دي بالعقل ده بالمهارة دي
يخش يحط دبل كيك بدون اي خوف، خد القرار ونفذه وربنا بيكلل مجهوده ويحط جول. جول ممكن يفرق جدا مع منتخب انجلترا، ممكن تلاقي بسبب الجول ده منتخب انجلترا في النهائي، وارد جدا تلاقيه بياخد البطوله. وجول زي ده يقدم رجل بلينجهام في البالون دور شويتين ثلاثه، تقول لي بسبب جول؟ اقول لك اه بسبب جول. البالون دور وذا بيست والبطوله والجوائز دي بتتاخد نوعا ما بالسوكسيه او بالشو، زي ما ميسي كده خد كاس العالم، فميسي خد كاس العالم فخد الكره الذهبيه. بلينجهام جاب جون عالمي في اخر دقايق الماتش، بيرجع فريقه من خساره، بيرجعه من على باب الطياره، بيحطه في البطوله من تاني، وبيصعد دور 8 وممكن ياخد البطوله في الاخر. فهو ممكن تقدم رجل بلينجهام. طب انجلترا النهارده سيء جدا يا جماعه بجد. ساوث جيت مش عامل افكار يا جماعه، ولا افكار في البناء، ولا افكار في التدرج، ولا افكار في شكل هجومي، ولا افكار في شكل دفاعي. عشوائيه تامه، عشوائيه تامه. بيفكرني بطيب الذكر دي شامب وروبرتو مارتينيز بتاع البرتغال وبتاع فرنسا. تيري شامب ده واخد كاس عالم يا عم، وصل 2 كاس عالم فاينل يعني، واخد وبيوصل فاينل يورو وبتاع. اقول لك دي شامب بلح زيه زي ساوث جيت، زي مارتينيز، زي فرناندو سانتوس، زي مدربين كتير جدا. ساوث جيت نفسي يمشي من انجلترا جدا 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 جدا. مدرب عقيم عقيم عقيم، لك ان تتخيل ان الجيل ده باللعيبه دي مع مدرب زي يورجن كلوب او مدرب زي جوارديولا، زي ما قلت في حاله التوقع بدل الدور 16 كده، هتلاقي فريق تاني خالص. لكن انجلترا بيكمل بيقابل سويسرا، اسبانيا بتكمل بتقابل المانيا، بتخلينا نشوف دور 8 قوي. وهنتكلم عن ماتشات دور الثمانيه بالتاكيد وتوقعات دور الثمانيه، ولكن انا شايف ان مباراه اسبانيا والمانيا مباراه صعبه جدا، مباراه انجلترا وسويسرا مباراه هتكون كابوس على الفريق الانجليزي وجمهور الفريق الانجليزي. في الاول وفي الاخر تكرر انا في مباراه اسبانيا وجورجيا وانجلترا وسلوفاكيا. اقول لك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك، هل انجلترا قادره اللي هي توصل لبعيد في البطوله، وهل اسبانيا قادره اللي هي تحقق اللقب، ولا اقول توقعاتك في الكومنتس. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان تجي حلقات اليورو اول ما تنزل على طول. وكان معاك مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.